مساء الخير على حضراتكم، مساء السعادة. النهاردة تاني أيام العيد والعيد فرحة بتملى كل بيوت المسلمين في مصر والوطن العربي كله. عيد الأضحى من المناسبات الإسلامية اللي بتجمع المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها في بلاد الحرمين الشريفين لأداء الفرض الخامس من فروض الإسلام، وهو حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ومع بدء شعائر المناسبة المباركة بيحتفل المسلمون في كل بلد على طريقتهم الخاصة تعبيرا عن فرحتهم وسعادتهم بالعيد. ورغم اختلاف طريقة الاحتفال بعيد الأضحى بين بلد والتانية، بيبقى التهليل والتكبير والدعاء العامل المشترك بين المسلمين خلال العيد، لكن في طرق تانية كمان مختلفة للاحتفال في بعض الدول بعيد الأضحى، زي مثلا بنجلاديش واللي بيتزين فيها النساء والفتيات بيزينوا ايديهم بالحنة احتفالا بعيد الأضحى. في ألمانيا بيحرص بعض المسلمين على توزيع الطعام والمشروبات بعد صلاة العيد في برلين على المصلين، خاصة وإنه كتير منهم بيعيش لوحده بعيد عن أهله أو بيفتقد لأجواء العيد. أما بقى في أثيوبيا فالإثيوبيات المسلمات بيحرصوا على ارتداء ملابس جميلة بألوان زاهية، وبتتحول الشوارع في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال تأدية صلاة العيد إلى ما يشبه لوحات فنية. أما كينيا وخاصة في نيروبي العاصمة الكينية بتحرص النساء على ارتداء أجمل ما لديهن من ملابس، وغالبا بتكون ألوان زاهية ومنورة. مهما اختلفت الاحتفالات، فرحة العيد ليها طعم مختلف عن أي احتفال تاني، والنهاردة في أيام العيد قررنا إحنا كمان نحتفل بيه بطريقة مختلفة تماما مع ضيوفنا اللي كل واحد جاي لنا من بلد. هنعرف معاهم إزاي بتختلف عادات كل بلد في الاحتفال بعيد الأضحى، وكمان إزاي اختلف العيد زمان عن دلوقتي، وإيه اللي كان موجود في العيد وافتقدناه الأيام دي. والعيد بقى يفرح أو يفرح بيه بس الأطفال مع البومب بقى والصواريخ واللعب والتنطيط والكلام ده، والكبار ما لهمش نصيب غير بس في الأكل والفتة، ولا بيحسوا كمان بفرحة العيد زي الأطفال؟ ده هيكون تجمعنا النهاردة مع ضيوفي الإعلامية ليلى شندول من تونس، الأستاذة آمال بن ذهبي من المغرب، الأستاذة حياة محمد من سوريا، الأستاذة رامونة مدحت من إيطاليا، والفنان أمجد أسامة. تشكيلة جميلة كده هنتكلم فيها عن لمة العيد وفرحة العيد في كل دولة. أما فقرتنا التانية فهنختمها مع مجموعة من الشباب الفنانين هيمتعونا بأصواتهم ونسمع معاهم أروع وأجمل أغاني. هم الفنانة نعوم والفنان محمد رئيس والفنان إسلام الملح. هنطلع فاصل سريع ونرجع نبدأ أولى فقرتنا في تاني أيام العيد. كل سنة وانتم طيبين.